تحية لكم مشاهدي منصة هنا لبنان، وأهلا بكم إلى هذا البث المباشر من ساحة رياض الصلح، حيث طبعا تجمع العسكريون المتقاعدون هنا في هذه الساحة لإكفال الطرق المؤدية إلى السراي الحكومي، حيث ستنعقد بعد قليل جلسة لمجلس الوزراء. هؤلاء العسكريين يتوزعون على مختلف المسالك التي تؤدي إلى السراي الحكومي، طبعا احتجاجا على عدم تلبية مطالبهم المعيشية، وكما قالوا بسبب الاستنسابية وبسبب المماطلة والتسويف من قبل الحكومة وعدم تلبية مطالبهم، سيما بعدما فشلت كل الاجتماعات التي يعني أجراها العسكريون المتقاعدون يعني من قبل اللجنة المختصة في تجمع العسكريين المتقاعدين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث يعني كما عبروا وقالوا تم إعطائهم عرض يتضمن زيادة أو تقديمات بثلاثة رواتب للعسكريين المتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية والمدنيين الموظفين في الإدارات العامة، لكن المشكلة الأساسية تكمن في استبدال بدل الإنتاجية التي كانت الحكومة تريد إعطاؤها للموظفين المدنيين في الإدارات العامة، استبدالها بدل نقل تضاهي 13 أو 14 صفيحة بنزين الموظفين في الإدارات العامة، على أن لا تشمل هذه الزيادات أو بدل النقل العسكريين في الخدمة الفعلية أو العسكريين المتقاعدين. طبعا سنرى اليوم إن كان العسكريون سيتمكنون أو سينجحون أو سيفلحون في منع حصول هذه الجلسة الحكومية التي تخلو من أي بند تتعلق بتصحيح الرواتب والأجور كما دعا العسكريون المتقاعدون. رح نبلش اليوم، برأيكم رح تنجحوا انكم تمنعوا حصول هذه الجلسة؟ نحن مجرد ما فتنا على المؤسسة العسكرية نحن نجحنا، المؤسسة العسكرية هي ناجحة بكل أوقاتها، ونحن مرقنا أصعب من هيك بكتير، بس ولكن كان في عالم تقشع وتشوف وتقدر وتقيم العسكر المتقاعد. العسكري بأمريكا أو دولة اللي وتتقاعد بحطوا له العلم قدام بيته وبكون معزز مكرم وين ما بروح على كل الدوائر الرسمية. نحن كل الدوائر الرسمية ضدنا وكل المعيشة ما عم تصلنا. نحن مش كرمال المصاري جينا لهون، نحن جينا كرمال شهدائنا اللي استشهدوا، كرمال رفقنا اللي تقطشوا والمعاقين والمقعدين يلي هم عم يدروا يفوتوا لنا على المدارس، عم يخصموا لهم من معاشتهم. نحن بنقول له شغل العسكري اللي هلا ما بيننا هن رفقنا واخواتنا وضباط ورتبة وافراد، هن هولي عم يروحوا يشتغلوا بالمأذونيات، عفوا مش الضباط، العسكر عم يروح يشتغل بالمأذونيته. نحن بنقول له ما تروح تشتغل، عمل الورق دور معنا وبيمشي الحال وبيصل لك حق على اخر ما يرام. نحن وقفة عز وكرامة وشهامة هون مش كرمال شيء تاني. تمام، بتخبرنا اليوم شو الخطة؟ يعني اليوم عم نعرف انه عم بتسكروا كل المسالك المؤدية لداخل مجلس الوزراء وداخل السراي الحكومي، اليوم وين منتشرين انتم اليوم؟ هل رح تحققوا هيدا الهدف؟ رح تمنعوا حصول هيدي الجلسة؟ نحن ابدا ما كنا قطاع طرق ولا منسكر طريق، كل عمرنا مسؤولين لنفتح الامن والامن الطريق. للاسف السلطه السياسيه الموجوده وصلتنا لمرحله انه نكره حياتنا. العسكر هيدا اللي موجود هون بفضل عرقه ودمه بقي شيء اسمه وطن. اجت السلطه السياسيه مجتمعه، ما بدي حمل مسؤوليه لرئيس الحكومه، السلطه السياسيه مجتمعه تقوم بارهاب سياسي على الشعب اللبناني وعلى الفئات، على القطاع العام والمتقاعدين في القطاع العام بدون استثناء. ما يمارس علينا هو أشبه ما يمارس بغزة. نتنياهو يمارس حرب على وقتل في غزة، وهنا تمارس حرب سلب الأموال، سلب أموالنا من جيوبنا. من 2016 لهلا سلسلة الرتب اللي انعطيت ظلم فيها العسكر في الخدمة الفعلية، أخذ 52% في حين استفاد اي موظف، ادنى موظف بالقطاع العام 150% وبالطالع. ما بعرف في عندهم مخطط لضرب الوطن عبر ضرب المؤسسات الامنيه. طيب هذا على ما يبدو. بدي اعرف منكم اليوم شو بدكم تعمل. هذا شهيد حي صاب البر، فرجيني بطنك. خدمه 30 سنه بجيش اللبناني، الله يحمي الجيش، ابطال جيش المغاوير والمؤسسات العسكريه. 30 سنه تعويض وين؟ ماشي 12 مليون شو بجيب لي؟ بجيب اربعه ليك فلو لي يشتري على بسرين، وين صارت هاي؟ لك هذا بطني صابروا هون، شفتوا هذا بطن بني ادم مغوار بجيش لبنان. انا وين اني يزرعوا عندنا على الساحه دق الساعه الصبح رجال يجي عندنا على الساحه، هاو لبنان هاو البلد هاو المغاوير هاو جيش لبناني، احنا هاو جيش لبناني هاو المغاوير
نحن تقاعدت؟ امتى تقاعدت؟ سنتين. اخذت تعويضه؟ لا تعويضه شو بيعمل لي تعويضه؟ معي سياره 200 دولار تعويضنا حقد ولي بسياره بس شو بيعمل لي تعويضه؟ 4.5 مليون بيعطوني منهم الشهر؟ شو بيعمل لي؟ طلع الاصابه، انا شايل حي معوق حرب، عارف كيف؟ دمنا جيش، دمنا لبنان، هو لبنان، هو جيش لبنان، هو لبنان، هو نحن حاملين لبنان ومن جلنا ماشيين بالمسيرة. نحن مش ضد حدا، نحن بدنا حقنا، في حق متاخد منا، نحن عالم كل العالم، مواطن كل المواطن، كلنا كبينا شهداء، ما حدا زيد علينا ولا حدا شحدنا تعبنا، ونحن واجبتنا من دون المصاري بنخدم وطننا بس، ولكن في كرامة في احترام، نحن موجودين بنشتغل على راس وعينا، اهالينا اولادنا اطفالنا مرضانا، هو مين بيقوم فيهم؟ خلصنا بقى، يوعوا بقى ويطلعوا قدامهم يمشي على السكة الصحيحة. سؤال سألته، انا كنت بالجيش خدمت 33 سنة، طلع لي 370 مليون هم حطوا لي اياهم بالبنك، جيت بدي اسحب منهم ما كانوا يسحبون الا بالمليونين و3 مليون و4 مليون لنزلت قيمتهم، كانوا بيعملوا 220 الف دولار، هلا ما بيعملوا قد شي 2000 دولار. عليك انت 33 سنه خدمنا بالجيش، ليه الحق علي؟ نحن نهار الثلاثه نزلنا على التبي وانقطعت، هلا مجبورين نروح نركب الاحزاب وندخل بالاحزاب. نهار الثلاثه نزلنا على التبي وانقطعت الطرقات كلها، هيدي كانت عباره ربع ساعه بس حتى رساله صغيره. نحن اليوم ما حيمر جلسه مجلس الوزراء ما حتعتقد، واذا عمل جلسه مجلس وزراء انا باسم كل المتقاعدين والقطاع العام بقول له انه نحن نازلين نسكر البلد على مدار شهر، بدنا نسكر كل الادارات دون استثناء، اول شيء المطار، اول شيء بقولوا المطار ما بيتسكر، راح بيشوف انه المطار راح يتسكر، الملية راح تتسكر، كل شيء راح يتسكر، نحن ميتين ميتين، الموت ما بابا سألنين لاننا جعنا، السجن اشرف واحلى لاننا بنقدر ناكل، نحن ما قادرين بعد نشتري دواء الانسولين حقه 450 قلب لحتى نتعالج، كل جسمنا إصابات، شو بعد بده؟ بده يحاصرنا، يجوعنا، يموتنا، ما نحن متنا. أنا عم بحكي باسم كل الشرائح والمتقاعدين، أقسم بالله العظيم إنه يا نجيب معاتي ومن لفة لفهم، إذا ما بيطلع بحقوق المتقاعدين والقطاع العام بالتساوي بين مساواة بين كل الناس، راح بيشوفوا أيام سودة، بيكونوا عم يخدموا البنك الدولي وغير بنك الدولي، لأنه مطلوب حصارنا ومطلوب تجويعنا ومطلوب أنه نشحد، بس نحن ما حنشحد، عندنا كرامة مخرجين من مؤسسة عسكرية، مؤسسة الشرف والتضحية والوفاء، بس هو حيعرف شو يصير، ما حنخلي مكان آمن. تمام، شكرا كتير. تفضل. بدي أعرف يعني اليوم حسب معرفنا عم تمنع الوزراء انه يفوتوا على 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 الجلسه، ممنوع يفوتوا على المجلس الوزراء طالما احنا فينا نفس، ممنوع يفوتوا ابدا على جلستنا، ابدا ممنوع يفوتوا، ممنوع يفوتوا، بدنا حقنا، احنا منا عم نشعود، احنا هذا حقنا لنا، هذا احنا تعبنا 20 سنه بالجيش ونصبنا وحرب مخيم وحرب اسرائيل حرب تموز لحتى يحكوا لنا حقنا، ممنوع يقولوا لنا حقنا، بدنا حقنا بس. قامت 20 سنه بالجيش، طلع لي 700 دولار 20 سنة 700 دولار على 1005، بس أنا بدي روح أدفع على 89 ألف. 20 سنة 700 دولار رحنا على البنك لنجيبهم، قال لي البنك بعطيك 3 مليون بالشهر، 700 دولار بدي يعطيني 3 مليون بالشهر، أو قال لي بروح على السوبر ماركت بتجيب فيهم اسمينة ومسمينة، هذا منطق؟ 20 سنة حروبات وحرب مخيم وحرب تموز بيطلع لي 700 دولار وبقبض 130 دولار بالشهر، ما هو منطق هذا؟ طيب من وين جاي حضرتك؟ من عكار. جاي من يعطيك العافية، أنا جاي من الهرميل، أنا معاشي لما طلعت على التقاعد كان 1700 دولار، من وراها سلطة الفاسدة صار معاشي 170 دولار، لما خدمت 33 سنة بالدرك كنا نحمي هؤلاء المسؤولين، نحن نحميهم، أولادهم يسافرون لبرا نحن شو نعمل؟ نجي نحميهم، بعد ما طلعنا قلنا هلا بدنا نرتاح نأمن لأولادنا المدارس والطبابة، تفاجأنا إنه تراجعنا لآخر، صرنا أقل شيء، يعني ما بعرف مجلس وزراء رئيس مجلس وزراء على أي أساس بده يعطي للإدارات العامة بدل إنتاجية، ونحن اللي خدمنا 33 سنة وفنينا عمرنا بالثلج وبالبرد وبالحروبات تجاه الوطن، نحن لازم بدنا الوطن مش هوديك، ونحن ما عندنا مشكلة ياخذوا بس يسوونا معهم، يعطيكم العافية. بس بدي كلمة أخيرا بعد إذنك، بس كلمة أخيرة باختصار،
هاي السلطة الحاكمة كلها سوا من صغيرة لكبيرة. لو ما رينجر قوات المسلحة اللبنانية مش قاعدين على كراسي. نقطة الصف. إذن يعني مشاهدينا عم نسمع صرخة وجع من العسكريين المتقاعدين، هؤلاء العسكريين اللي عم يتقاضوا بحسب تصريحهم وتعبيرهم 10% من رواتبهم اللي كانوا يتقاضوها عام 2019 أو أي من قيمتها الفعلية، وهم عم بيطالبوا اليوم إنه يكون راتبهم أو يوصل راتبهم بالحد الأدنى إلى 40% مما كانوا يتقاضوه عام 2019. طبعا عم نشوف تجمع كبير للعسكريين المتقاعدين بعدسة الزميل رواد تليجي، العسكريين يلي منتشرين على مختلف المداخل والمسالك يلي بتأدي إلى السراي الحكومي، إلى مجلس الوزراء، لمنع الوزراء من الوصول إلى داخل الجلسة. طبعا جميع الأسلاك والأجهزة العسكرية، أي جميع العسكريين من هذه الأجهزة على اختلافها وتنوعها، عم يجتمعوا اليوم بمحيط السراي الحكومي تحت مسمى واحد وهو تجمع العسكريين المتقاعدين. وطبعا هناك ممثلين أيضا عن الإدارات العامة عم يتضمنوا جميعا للوصول إلى نتيجة من حق العدالة والمساواة. طبعا مع الأناشيد والأغاني الثورية، عم نشوف على مداخل مجلس الوزراء تعزيزات أمنية مشددة لمنع حصول أي تطور أمني أو أي تصعيد من قبل العسكريين. قائد مسموع عداسته، كل بيعرف تحياته، عطي مشاهدينا تحرك العسكريين المتقاعدين. هيدا التصعيد المرتقب بعد ما كان في اعتصام قبل يومين من اليوم، اعتصام كان بمثابة الرسالة الأخيرة كما عبر العسكريون المتقاعدون، رسالة أخيرة للحكومة ولرئيس الحكومة نجيب ميقاتي للنظر بمطالبهم، ولكن بعد حصول الاعتصام لم يتلقى العسكريون أي اتصال، ولم يؤخذ الاعتبار ولم تؤخذ صرختهم بعين الاعتبار، ما دفعهم لإعلان يوم الغضب، وهو هيدا اليوم يلي عم نتواجد فيه بمحيط السراي الحكومي، عم ننقل وقائع التصعيد الكبير يلي عم بقوم فيه العسكريين المتقاعدين بمحيط السراي الحكومي. الهدف الأساسي منع الوزراء من الدخول إلى جلسة مجلس الوزراء التي تخلو من أي بند لتصحيح الأجور والرواتب. نتابع نقل الصورة، طبعا كل المداخل والمسالك المؤدية إلى مجلس الوزراء مقفلة بالكامل من قبل العسكريين المتقاعدين.
طبعا. جدير بالذكر مشاهدينا انه التجمع اليوم عم بيضم العسكريين المتقاعدين، عائلات الشهداء، عائلات العسكريين المتقاعدين وعائلات العسكريين في الخدمة الفعلية ايضا، يلي عم بيوحدوا هيدا التحرك بسبب توحد المعاناة، بحيث انه الرواتب يلي عم يتقاضوها لم تتخطى 10% مما كانت عليها عام 2019. من المفترض انه بعد 5 دقائق تنعقد جلسة مجلس الوزراء، الا اذا عادت وتطورت الامور ومنع الوزراء من الدخول الى داخل السراي الحكومة، وبالتالي قد يتم تأجيل الجلسة كما حصل في وقت سابق. طبعا عشرات العسكريين المتقاعدين عم يتجمعوا بساحة رياض الصلح بالجهة المقابلة لمجلس الوزراء أي السراي الحكومي. بدنا نبلش 15 رايح لهونيك معنا يا عمري، عايزين 10 باص أكتر 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 أكتر. يعطيكم العافية. احنا مباشرة بدنا نعرف اللي عم تعملوه اليوم فعليا، صرتوا مسكرين كل المداخل اللي بتودي على سكرنا كل المداخل اللي بتفوت على مجلس الوزراء، ممنوع انعقاد الجلسة الا ما يتم مطالبنا كاملة. انا عبطت 465 مليون بيطلعوا 300 الف دولار، بيطلعوا هلا 4000 دولار. اولادي بالمدارس وبالجامعات مين يقدر يعلمهم؟ مين بده يعلم لي اياهم؟ هو بيعلم ابنه؟ انا طلعت 465 مليون، معقولة بيطلعوا هلا 4000 دولار؟ هو بيرضى فيهم؟ عم يجي الوزراء هلا عم تمنعوا كحشنا، اجا وزيران منعناهم يفوتوا، سحبوا سلاح علينا، قشطناهم سلاحهم وضبيناه لنياب السيارات وكحشناهم. وين باي مدخل؟ على مدخل هيداك، ما بعرف شو اسمه هيداك، هيدا استقراض العسكريين. عرفت علي كيف؟ بدهم يفوتوا من هون، بدهم يفوتوا من هونيك، ما قدروا فاتوا. قال له كم سنه خدمت؟ خدمت 32 سنه. بطلع لك ب 150 دولار معاش. هو مبسوط؟ يعني مشاهدينا بعدنا عم نسمع صرخة العسكريين المتقاعدين. وين جاي حضرتك؟ أنا من إقليم خروب، من إقليم جاي، حتى لو من محل بعيد. أنا من خدمة الشاش، ما خدمت إنه أنا مسافة بعيدة، أنا خدمت الوطن كله، ما خدمت أنا بمنطقة، خدمت الوطن. ماشي آخر شيء لما طلعت بمعاش متقاعد لحتى أرتاح، مش لحتى تنزلني أنت كحكومة أو كدولة. أنت تأمن لي حياة لعيش فيها مرتاح، وهذا صرت أنا من بعد 60 سنة و70 سنة. أنت بدل ما تطببني وتحكمني ما بدي فتش إني بدي ربي وعيل، بس إنه بدي بس أعلم ولادي. أنا بدي أعيش بكرامتي مثل ما أنا حافظت على كرامة هالوطن لما انحرمت. أنا بدي 80 وقفت بوجه الإسرائيلي، وقفت بوجه السوري، وقفت بوجه الفلسطيني، وقفت بوجه كل الجماعة، كنا نحافظ على الوطن. آخر شيء سلمكم إياه، تجوا بلعتوه وسرقتوه. آخر شيء بتقولوا نحن المتقاعدين هن سبب كسر المخازن الدولة. أنا بدي أودي، أنا حابعت لهم، أنا كوزير حعمل وزير مالية وقال لهم اعملوا هالطريقة واحدة وشوفوا كيف بترجعوا بتصير أغنى دولة بلبنان. كل واحد منكم يعطينا 5% من اللي هربوهم لبرات لبنان من مصرياتهم. 5% بس، ما بدنا منه، ما بدنا مصرياتكم كله. 5% إذا ما نحن منصير أغنى، نحن مندين قطر ساعتها. شكرا لك. مشاهدينا بعدنا عم نسمع صرخة العسكريين المتقاعدين.
رح نسمع طبعا كلمة تجمع العسكريين المتقاعدين. ما حدا يعتبر مني علينا. اوكي يعطيكم الف عافية جميعا. اخواتنا هدول الخدمة الفعلية، ما حدا يجيب لي سيري او يفرق. حاولت الدولة تفرق بيننا وبين الاداريين. كل موظفين القطاع العام لهم حق ولازم ياخذوا حقوقهم، بس ياخذوها بالعدالة. ومن هالدولة يلي بتضير ظهرها كل ساعة بتحاول ترضي فئة تتوصل الشقاق بيناتنا. نحن متكاملين، قطاع عام كله، قوى أمنية ومدنيين، متقاعدين عسكريين ومدنيين، حقنا بدنا إياه شاء من شاء وأبى من أبى. ويعطيكم العافية. إذن مشاهدينا كل الصرخات والنداءات عم بتشدد على ضرورة انه تاخد الحكومة بعين الاعتبار مطالب العسكريين المتقاعدين والمساواة فيما بينهم وبين موظفي الادارات العامة. إذن مشاهدينا يعني هذا التجمع العسكريين المتقاعدين اللي عم نشهده بهيدي الأثناء. طبعا بالتوازي هناك تجمعات أخرى بعدد من المداخل والمسالك المؤدية إلى داخل السراي الحكومي لمنع الوزراء من حضور الجلسة الحكومية. طبعا مطالب الوزراء، مطالب العسكريين المتقاعدين باتت واضحة مشاهدينا بالبداية. يعني هناك كما عرضت عليهم الحكومة إعطاء زيادات وتقديمات بقيمة 3 رواتب للموظفي القطاع العام، كان عسكريين بخدمة فعلية أو عسكريين متقاعدين أو موظفين الإدارات العامة. ولكن المشكلة كانت بإعطاء بدل الإنتاجية أو ما يضاهيها بدل نقل للموظفين في الإدارات العامة، وهون عم بيطالب العسكريين بالتحقيق العادلة. طبعا التصعيد الكبير يوم الغضب عم نشهده بهيدي الأثناء بعد تحذيرات وبعد رسالة وإنذار كان وجهها العسكريين المتقاعدين باعتصام سابق قبل يومين، واليوم عم بيتنفذ هيدا التصعيد لمنع حصول الجلسة الحكومية. طبعا رح نضل معكم نحن مشاهدينا لنترقب ما إذا كانت الجلسة الحكومية بالفعل هل رح تفشل بالإنعقاد أم رح تنعقد بنصاب كامل. أبو معنا مشاهدينا دائما عبر هنا لبنان لمتابعة كل جديد، بنعود لكم فور ورود أي جديد.